وأدعو رجال العرب، كل رجال العرب، أدعو حكام العرب، حكام البلاد الإسلامية، أدعو خادم الحرمين الشريفين، أدعو الملك عبد الله، أدعو الملك عبد الله، وأدعو رجاله أن يقفوا مع الحق. أنتم أعطيتموه 12 مليارا، هل أعطيتم المليارات ليقتلوا بها المصريين؟ لا، لا يقول ذلك عاقل أبدا. المصريون الآن يقتلون أمامكم يا خادم الحرمين، يا رئيس الإمارات، يا أمير الكويت، يا رئيس البحرين، يا من شاركتم بالمليارات في هذه المسيرة الظالمة، ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى الله. المسلمون يقتلون بملياراتكم، ملياراتكم ما راحتش لتطعم الجائع ولا تؤمن الخائف، ولكن ذهبت لقتل المسلمين البراء الشرفاء الأحرار.